مشان الله استاذ، شو عم تعملوا؟ السيد نجاتي، المدعو السيد حسن كلش، مجموع ديونك مع الفوائد بيطلعوا 5000، ونحن كذا مرة بعتنا بلاغ لحضرتك بس لا راجعتنا ولا دفعت. كنت بدي اجي، والله كنت بدي اجي بس ما قدرت. اذا بتسمحوا لي رح ادفع كل ديوني، بس بترجاكم وقفوا الحجز. تأخرت كتير، ما عاد يطلع بإيدنا نعمل اي شيء. الله يوفقك يا استاذ، هذا المحل باب رزقي، انا بلا ما فيني اشتغل، ساعدوني مشان الله. اخي نجاتي، مشان الله لا تعملوا، مشان الله. اخي وكل الله، ان شاء الله رح نحل هالقصة. انا انتهيت يا احمد، انتهيت. لو سمحت، حضرتك شفت كيف حالته وقت بلشت اموره تزبط، اجيت وتاخدوا كل شيء منه؟ ما فيكن تعطوه مهلة تانية؟ نحن ما بيطلع بإيدنا شيء يا استاذ، بس اذا بدكم فيكن تروحوا تقابلوا المدعي بالمكتب القضائي. المكتب القضائي ديمير. هذا المكتب لمراد مو؟ خدوا هداك. انتو ما رح تطلعوا شي من هون. ابني خلاص هدي حالك، الا ما نلاقي لنا شي حل.